السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام المهتمين بالزراعات الداخلية والخارجية في البيت أو في المنزل. أهلا وسهلا بكم في قناتنا الحياة الزراعية. تنبيه صغنن بس عايز أقول يا جماعة، اللي ما اشتركش يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان تجيله الفيديوهات، ويعمل لايك وشير للقناة، وإن شاء الله هتستفادوا. إن شاء الله وعدكم إن أنتوا هتستفادوا ومش هتندموا إن أنتوا اشتركتوا في القناة بتاعتي. إن شاء الله هقدم لكم حاجات مهمة، وفي ناس تعرفها قليلين اللي يكونوا يعرفوها، في ناس طبعا كتير عامة يعني ما يعرفوش المعلومات ديك. وأعلمكم تقنيات كتيرة إزاي تزرعوا النباتات، وإزاي تحافظوا عليها، وإزاي تشكلوها، وكل الكلام اللي هو خاص بالزراعة. إن شاء الله هنشتغل النهاردة مع الفيكس اللي راتا هنزهن عقله، والفيكس البنجامينة اللي هو ده. البنجامينة منه نوعين، في النوع التاني اللي هو الهواي بيبقى لونها مبرقش كده، ولونها أبيض وجميل تحفة. دي موجودة يعني مغرقة مصر، يعني هي والفيكس النتا ده. النتا ده اللي في الشوارع، كل ما تمشي في الشوارع كده تلاقيه موجود في كل حتة في الشوارع. ده بيسموها كمان لسان العصفور، لأن ورقتها شبه مهدلة كده وفيها شوية شبه لسان العصفور، وهي نبتة جميلة وحلوة يعني لونها تحفة. بس امبارح كان في مطرة فتلاقي الورق متبهدل شوية. وكمان في أنواع تانية من الفيكس اللي هي الألستيكا. الألستيكا دي اللي هي بيبقى ورقها عريض، يمكن اعرض كمان، لا في مش اعرض من الراتا، الراتا اعرض. في اوقات الراتا دي بلاقي ورقتها بيسموها في اوقات ودن الفيل، تلاقي الورقه ضخمه ضخمه يعني شبه ودن الفيل كده. لكن الالستيكا دي اللي هي كنا بنسميها زمان في مصر ديكور، كنا بنشتغل بيها في محلات الزهور زمان، بنعمل بيها شغل حلو قوي. كنا بنرشها كده بالاسبريه وبنعمل بيها الاسبيتا بتاعت زمان قوي بتاعت الافراح، يعني لو تفتكروا الناس القديمه يعني. بس نتكلم النهارده عن الراتا اللي هي ديك اللي هي ودن الفيل، والبنجامينة اللي هي ديك او لسان العصفور، وفي منها الهواي زي ما قلنا. وفي اخر الفيديو هقول لكم ازاي ممكن تعملوا حاجات تانية بالفيكس. ان شاء الله هنشتغل دلوقتي على طول، ويلا بينا نخش على الترقيد او التعقيل للفيكس الراتا والفيكس البنجامينة بسرعة بسرعة كده عشان ايه ما نطولش عليكم الفيديو. متنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس ولايك وشير للفيديو. بسم الله. ادي القصرية زي ما قلنا، الكلور المخفف عشان الغسيل، المية الحلوة للنظافة، اوعى تنسى. طبعا العدة بتاعتنا معقمها المقص، وهنبتدي نعبي حاجات بسيطة. طبعا انا بزرع زي ما قلتلكوا قبل كده في الفوم، بحب ازرع في الفوم ده، الفوم الزراعي او الفوم بتاع الزهور اللي بيشتغلوا بيه في محلات الزهور اهو، تمام كده. وهقول لكم برضو الفوم، في ناس تقول لي طب انت ليه بتزرع في الفوم وكده كده بتحط البيتموس برضو؟ ماشي، انا ممكن اعمل كده عشان انا عندي ده وعندي ده. وبرضو يعني عشان بعد كده حتى هو لما يشتغل هنا وجذوره تطلع خلاص، هو خد على البيتموس، اتعود على البيتموس، يعني خرج من البيئه بتاعه الفوم، دخل على البيئه الزراعيه اللي هي البيتموس اللي هتبقى مستدامه بعد كده بالنسبه له. وبعد كده ان شاء الله بنخرجه يعني تدريجيا للوضع الخارجي تحت مكان مظلل، وبعد كده بنحطه بقى الارض المستدامه لما بيكون خلاص ابتدى هو يتاقلم على الجو الخارجي. انت ممكن في البيت لو انت مش عايز تجيب بيتموس، يعني انت مش عايز تجيب بيتموس ولا تجيب اي حاجه، زي ما قلت قبل كده في الفيديو بتاع الجهنميه كنت حاطط انا من بره حوالين الفوم، كنت حاطط النشارة الخشب. ممكن تحط خشب متكسر عندك في البيت، عندك شويه فحم، حط ما يهمكش. اهم حاجه ان الفوم كده كده بيحتفظ بالميه، هو كده كده شايل كميه ميه جواه مش بسيطه يعني. يعني لو وريتك هنا الفوم، بص الفوم بينقط ميه، بص شوف حته صغننه فيها ميه قد ايه، فهو بيحتفظ بالميه بتاعته لفتره طويله. اهم حاجه انت ما تخليش المعامله اللي حواليه او الماده الخامه اللي حواليه تكون مش ما فيهاش ميه، لان لو انت حاطط بيتموس حوالين الفوم مش مبلول ميه، هيمتص الميه اللي موجوده في الفوم، هيمتص الميه اللي موجوده، هيقلل الرطوبه اللي حواليها ويخلي النبات ما يشتغلش كويس. فلازم يكون البيتموس رطب، لو هتحط شوية خشب لازم تكون برضو رطبة، لو هتحط فحم، هتحط أي معاملة تانية خارجية، هتحط بالبخاخ حتى كده
كل يوم شويه كده، كل يومين بس ترطب حوالين الفوم عشان ما ينشفش. الفوم بيمنع البكتيريا تنمو في قلب على الجذع، بيقلل موضوع ان انت ممكن تشتغل بهرمون، هرمون التجذير. يعني الفوم بيسرع النمو، بيخلي الجذور تطلع كويسه ما فيهاش مشاكل. بس وبيخليك انت كمان ما تديش ميه كتيره، لان من اكتر الحاجات اللي بتفش بتخلي العقله او الحاجه اللي انت زارعها في الفوم بتفشل، لو انت حاطط، لان بتسقي كتير كل شويه، بتسقي كل شويه بتسقي. وبعدين ميه ممكن تبقى مالحه، ميه ممكن تبقى مش مظبوطه. فده موضوع مهم ان انت تزرع في الفوم. فالفوم ممتاز بصراحة، أنا جربته واشتغلت بيه وبصراحة أنا مبسوط منه جدا. وهوريكم برضو إن أنا زرعت فيه الفيكا سيلاريتا، وزرعت فيه كل حاجة، وزرعت فيه أنواع كتيرة جدا، والحمد لله شغالة كويس. طبعا الطريقة أنا بغير، ممكن أزرع في الأول وبعد كده أحط الفوم، ممكن أزرع في الفوم وبعد كده أحطه في القصرية زي كده، يعني على حسب زي ما أنتوا عايزين. بقى هنقول بسم الله، وهناخد عقلة طرفية من هنا كده، ممكن تقصها ممكن ما تقصش، يعني ممكن تشيل ورق زيادة زي كده كده، وهتيجي تحت العقلة، تحت العقلة دي كده تحتها، مش بكتير، لان ده اكتر مكان نشط، ده اكتر مكان بيبقى نشط في العقلة نفسها او في الساق نفسه، بيبقى سهل ان هو يعمل تجدير بسرعة. وهنقول بسم الله ونروح زرعينها كده، اهي ادي واحدة زرعناها ما شاء الله، اهيك تمام. وهنزرع واحدة من الفيكس البنجامينة برضو، عقلة طرفية. في ناس بتحب، في ناس كتيرة قوي قوي بتقول لي، بيقولوا ان يعني زراعة الفيكس بالذات البنجامينة ده بالترقيد احسن وافضل. انا بقول برضو الزراعة الطرفية دي ممتازة. الزراعة الطرفية برضو بتحتاج دافع حواليها، وان انت تحافظ على الجو المحيط بالشتلة اللي انت حاططها او بالعقلة اللي انت حاططها عشان تقدر تنمو وتبقى كويس. انت ممكن في البيت تعمل لك ترابيزة صغننة كده او مكان صغنن كده. اهو بسم الله زرعنا اهو في الفوم برضو. عايز تزرع في البيتموس برضو، بس في البيتموس يعني هتطلع ان شاء الله، وكل حاجة في البيرلايت هتطلع، بس بتبقى نسبة النجاح برضو مش زي نسبة النجاح في الفوم. في الفوم برضو ان شاء الله بتبقى نسبة النجاح فيها اكتر اهو. ودي الشتلة التانية خلاص الحمد لله خلصناها. يبقى كده واحدة لرياتا وواحدة بنجامينة. انا قلت اقصر يعني اعمل لكم النوعين مع بعض عشان ايه، ما نكترش الفيديوهات عشان الناس تستفاد اكتر وتعرف تشتغل ازاي. ده عود انا كنت زرعه قبل كده برضو، ما شاء الله بصوا عامل ازاي قد ايه ما شاء الله. وادي واحد تاني ورا، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا اهو. وعلى فكرة يا جماعة ان شاء الله هعلمكم، عشان كده بقول لك متنساش تعمل اشتراك للقناة وسبسكرايب، سوري يعني، وتعمل اعجاب لايك وشير عشان اعلمكم حاجات مهمة، ازاي تعمل تخلي العود يبقى متداخل كده متضفر زي بيقولوا، يعني ازاي تخليه متضفر زي كده كده، او تخليه متداخل برضو بالطريقه بالشكل ده. وفي كذا شكل ممكن اعلمكم ان شاء الله تعملوه ازاي، بس ان شاء الله تتابع معايا الفيديوهات، اعمل اشتراك عشان يجيلك الجديد وتستفاد. وهنكمل طبعا احنا تعقيل ده بعد كده، هنقص الحائط تحت وهناخد بقيه الساق نفسه ونعقله ان شاء الله ويشتغل ويبقى ان شاء الله ممتاز. ودي نتائج الشغل في الفوم زي ما انتم شايفين اهو، شايف الجذور، حتى شايفين الجذور طالعه اهي، الجذور هنا برضه اهي بتاع النبات طالعه من القصرية ما شاء الله، هنا
الفوم انا زرع في الفوم ما شاء الله طلع ده، في كسلراتا ممتازة، وادي واحدة كمان اهي برضو جدرها ما شاء الله طالع بكميات كبيرة، هنا الفوم اهو ومطلع ورق جديد وزي الفل. يا رب تكونوا استفدتم الفيديو، وألقاكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. متنسوش اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ولايك عشان تستفاد وغيرك يستفاد إن شاء الله. يلا سلام عليكم.